ولا دوني من الوصل منه ولا عطوني محضر اخباري في البلاصه الاجراءات كذا. انت عندك الورقه اللي داخل المحل؟ اه باش خرجت انا منه. عطيتوني شي اخبار؟ عطيتوني شي سيده؟ هذا الاجراء القانوني. خلي لي ما كاينش هذا الشيء. محضر لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل عالطيف النائب الاول ديال الكاتب العام ديال الجمعيه. هنا كيف ما كتشوفوا هاد المحلات اللي فيهم هاد المشاكل هادي، واحد 8 محلات متبقيه، 8 محلات 8 هو النهار الاول. المحلات كيفاش تسلموا اليوم هنا، وانتخبت لجنه من بين الصناع اللي انتخبوهم 117 صانع، وخرجت لجنه فيها 3 رئيس وجوج اعضاء و4 مستشارين، هي سبعه. لا هاد اللجنه سهرت باش دوزت 93 وجرات ليها القرعه في 20/9/2017، وبقاو 8 المحلات على اساس باش هي تكمل هاد 8 اللي باقيين. بقاو واحد شويه هاد 8 خلاوهم على اساس باش يدوزوا فيهم الناس اللي ما عندهمش حق استفاده ويسلطوا في هاد المحلات. هذا اللي كيدعي هاد 101 بانه دي هاد 101 ديالو، هادي ديال عبد الحق شاهين، وعنده باش داخل، عنده المحضر ديالو باش مدوزاه للجنه، وعنده الرقم ديال المحل ديالو، وعندو الاشهاد ديالو باش يسلم هاد المحل من الجمعيه. هاد السيد اللي كيدعى هو هاد المحل ديالو، هذا نائب رئيس غرفه الصناعه التقليديه، وما عندوش صفات المستفيد، وبغى يعطوه الرئيس ديالو، بغى يعطيه محل بهذا المفهوم هذا، بغى يعطيه محل بالنسبه للمحلات الاخرين هادو اللي اقتحموهم الاخرين، بانهم الناس كاملين هادو محاضير باش ندوزوهم للجنه اللي انتقت الملفات النهار الاول، وهي اللي عندها الشرعيه باش تكمل من اللي بدات حتى الاخر. مساوي سالم، قمت على المحل 100، عندي وقت على الضريبه وشي متركه وكل شيء عندي من 1980 ولا الشعبه. ملي زيد استفدت من عند اللجنه والجمعيه، جاو هاد الناس وتهجموا عليا وهزوا عليا المحل وشدوني وبغوا يدوني وتعسفوا عليا. هادشي لا يتلاه، هادشي ما خدامش. وجلالة الملك كيقول لا للمماطله ولا للمحسوبيه ولا للزبونيه. هادشي موجود فيه المحسوبيه والزبونيه والمماطله. والسلام عليكم. ما كاينش الوقت اللي غاستاتيستي على القايده ومشعده، جاو هجموا عليا وشدوني وداوني بحال الكبش. حميد كاميريت، صانع تقليدي وخريج مركز علمي لفنون الصناعه التقليديه. انا بتنشغل واحد القضيه. انا جميع الادارات مشيت عندهم، دخلت عند السيد العامل، مشيت عند المندوبيه، رئيس الغرفه، دخلت عنده، كاع الجهات المسؤوله على القطاع مشيت عندهم، وكاملين الجهات كانوا كيقولوا لينا بان اللجنه هي اللي مكلفه بالناس اللي كتستافد من المحلات. السيد العامل شخصيا قالها لي، وجمع عقد اجتماع، عيط السيد القائد ديك الساعه، كان القائد جعيده دابا راه ما بقاش، وجمع اللجنه وداروا اجتماع. يعني ما كانش شي حاجه كدوز اللي ما كانش فيها اللجنه. ودابا بلا بقاو 8 المحلات، هاد اللجنه هادي حنا ما عرفناش واش ما بقاوش كيتسوقوها كاع، كيقول لك هاد اللجنه ما كايناش، هادي وبقى الناس عندهم مراقيهم، عندهم الشغل ديالهم هو هذاك، كلشي هو هذاك، والناس باقا ما مستافدش. جايبين وحدين كاين اللي لا علاقه ليه بالفخار، وجايين داخلين نوني. وهادشي راه مشى للقضاء، مشاو للمحكمه، مشاو للقضاء ومشينا للمحكمه. ودابا فاش تسناو القرار ديال المحكمه باش تخرج وتعطيني اش كاين، دابا جايين تفرقعوا في المحلات وتخرجوني ولاحوا لي سلعتنا برا ومستعملين القوه ومدخلين الناس الاخرين. هادشي راه شي ظلم، هادشي ماشي معقول. عبد الكبير العبيل، رئيس الجمعيه ديال الخزافيين المستفيدين من قريه الخزافيين. اليوم كنشوفوا القوه العموميه بقايد ورئيس الدائره والقوات المساعده وعدد ديال الاعوان ديال السلطه كيجوا كيفرقعوا الحوانت بدون ما
بدون ما يستدعونا حنا ولا يعطونا شي اخبار ولا شي حاجه باللي غادي نجوا، مع العلم بان الناس اللي كانوا كيتواجدوا تما عندهم الوريقات ديالهم، عندهم ما يفيد بانهم كيتواجدوا تم. هذا الشيء حنا ما فهمنا فيه والو، ما عرفناش كيفاش غادي نجاوبوا عليه. تباغتنا على غفله، على الاقل يجي، على الاقل حنا تنتحكموا في التسيير هنا وعندنا علاقه بالمشروع، وحنا اللي مسؤولين الاول والاخرين، وما حنا بناء على وثائق ولا عقاد عندنا مع الاداره ومع داك الشيء. تتفاجئنا بان جات القوه العموميه هنا وبدات فرقات الحوانت بالمطارق وبداك الشيء، ودخلوا وخرج كاين اللي خرجوا ليه سلعتو لا حول ولا برا. هذا الشيء حنايا كنوجهوا هذا النداء للسيد العامل والناس كل فعاليات اللي ممكن يدخلوا لا من قريب ولا من بعيد باش يحيدوا هذه مهزله. هذه حنا باقيين تنعيشوها بهذه الطريقه بحال هكا، ما عرفتش انا الناس كيفاش باقيين كيفكروا، واش هاد الامور خاصه تمشي بهذه الطريقه ولا لا، الله ما فهمناش. مهم هاد الايام مقبله ان شاء الله من وراء الاثنين وكذا غادي نشوفوا الامور ان شاء الله كيفاش غتطور، هادشي كيفاش غادي يكون. هادو راه ناس للناس كلشي عارفينهم، بيد الناس تيحركوا هادشي معروفين عارفينهم. ملي دخلنا لهاد المشروع هما تيخلطوا تيخربقوا، كاينين الناس معاهم خدامين معاهم هنايا تيخربقوا هادشي، ما بغوش يخلوا الناس يستقروا اولا بهاد المشاريع الملكيه. Thank you.